اللي في الصورة ده اسمه المهندس شريف حافظ، صاحب واحدة من أكبر قضايا الرأي العام في مصر. وبرغم أنه قتل ابنه وبنته ومراته، إلا أنه كان عنده كمية تعاطف من الرأي العام بأنه يخرج براءة أو يتخفف الحكم عليه، واللي اعترض على المطلب ده هو بنفسه. 2008 في القاهرة وتحديدا في مصر الجديدة، المهندس شريف حافظ عايش مع أسرته حياة هادية جدا، عيلة بتحب بعض جدا. والمهندس شريف حافظ كان بيحب زوجته من وهم طلبة في الجامعة، ومفيش حد يعرف المهندس شريف حافظ إلا وبيتكلم عنه بأحسن الكلام، ومش هو بس، الكلام ده على عيلته كلها. كان شغال مهندس برمجة وناجح جدا ومكافح، وقدر خلال حياته الزوجية اللي استمرت 30 سنة انه يكون اسرة ويأمن لها مستقبلها المادي كويس جدا، وقدر ينقل عيلته لمستوى مادي مرتفع سنة بعد سنة، وبيحاول يحقق كل حاجة لمراته وابنه وبنته لحد ما قابل احمد صالح. وهو كان شغال مندوب مبيعات، وتعرف على المهندس شريف سنة 1997، وأحمد صالح كان شغال في البورصة بجانب وظيفته، وقدر يحقق مكاسب مالية كبيرة، أو على الأقل ده اللي كان بيقوله للناس اللي عارفاه. ولما عرض على المهندس شريف إنه يجرب حظه معاه في البورصة، كان رد المهندس شريف عليه إنه ما يفهمش أي حاجة في مجال البورصة، لكن أحمد صالح كان عارف إن المهندس شريف مرتاح ماديا، وفضل وراه علشان يقنعه انه يستثمر معاه في البورصة، لحد ما المهندس شريف وافق واستثمر معاه مبلغ صغير جدا. وفعلا وبعد فترة صغيرة احمد رجع للمهندس شريف ومعاه المبلغ اللي المهندس استثمره، وعليه ارباح عالية جدا، وكل ده من البورصة. وكل ده كان بهدف انه يطمن المهندس شريف ان الاستثمار في البورصة ممكن يحقق مكاسب مالية كبيرة. ومن اللحظة دي بدأت الحياة تتغير تماما مع المهندس شريف وعيلته، وبدأ ينتقل هو وعيلته لمستوى مادي اعلى بكتير، وده كان شيء باسط جدا المهندس شريف، لانه كان بيحب يشوف ابنه ومراته وزوجته مبسوطين. وقعد الوضع ده لمدة 10 سنين، وخلال العشر سنين حقق المهندس شريف مكاسب مالية كبيرة، وبسبب المكاسب دي قدر يحقق لولاده ولمراته حياة افضل بكتير، لحد ما اقنعه احمد صالح انه يستثمر مبالغ مالية اكبر علشان حجم الارباح يكون هو كمان اكبر. ولان المهندس شريف كان بيثق في احمد جدا فوافق على طول. وبرغم مرور 10 سنين على شغل المهندس شريف في البورصة، الا انه كان بيعتمد على احمد صالح في اي حاجة تخص البورصة، وكان بيثق في كل قراراته وكل خطواته. جمع المهندس شريف اكبر مبلغ ممكن يحصل عليه، واداه لاحمد صالح علشان يكمل استثماره في البورصة. وبعد فترة قليلة احمد صالح بدأ يسلم للمهندس شريف ارباحه من المبلغ الكبير ده، وده اللي كان متعود عليه المهندس شريف طول العشر سنوات اللي فاتت. لكن فجأة احمد صالح اختفى تماما، والمدة 4 شهور المهندس شريف بيحاول يدور عليه في كل الاماكن، لكن مفيش فايدة. وخلال الفترة دي المهندس شريف ما قالش لعيلته اي حاجة عن اللي حصل، وده علشان خاطر ما يقلقهمش او ما يخوفهمش من اي حاجة ممكن تحصل. وهو كان محافظ على مبلغ مالي صغير معاه، وفضل يصرف منه خلال ال4 شهور، وكان بيحاول على قد ما يقدر محدش في العيلة عنده يحس باي مشكلة مادية موجودة. وطول الفترة دي كان على امل ان احمد صالح يظهر تاني ويسلمه وارباحه من المبلغ اللي معاه. وخلال الفترة دي التوتر والارهاق النفسي بدأ يظهر على تصرفات وتعاملات المهندس شريف، لكنه كان بيحاول بكل الطرق ان عيلته ما تحسش باي حاجة، لكن الازمة المالية بدأت تظهر عليه. ومن هنا كانت المشكلة، تحديدا لما فقد الامل تماما ان احمد صالح يرجع يظهر تاني. وفي يوم المهندس شريف كان قاعد في البيت الساعة 11 بالليل، وكل العيلة كانت دخلت التنام، وهو قاعد لوحده وعمال يفكر ازاي هينقذ العيلة من الازمة المادية اللي هو عملها، تحديدا انه عودهم على مستوى مادي معين، وكان خايف ان هم يتعرضوا لاي مشكلة. وبدأت خيالات تظهر جوه عقله بتقوله ان عيلته هتمر بازمة كبيرة جدا بسبب التصرف اللي هو عمله، لحد ما جاله قرار في عقله بيقوله انه لازم يتخلص من كل العيلة. والحقيقة ان الفكرة دي كانت تحت ضغط نفسي كبير، و
ولما جت الساعة 2 صباحا قام المهندس شريف وفتح الدولاب الخاص بالعدد والأدوات اللي كان بيستخدمها في التصليح، وخد منها بلطة، والبلطة دي حاجة أكبر شوية من الشاكوش، وقرر إنه هينهي حياة كل العيلة علشان ما يتعرضوش لأي مشكلة. ودخل على غرفة ابنه وضربه بالبلطة على دماغه ومات في ساعتها، وبعدها دخل على غرفة بنته وبرضه ضربها بالبلطة وماتت في ساعتها، وفي الآخر دخل غرفة النوم الأساسية وعمل نفس الموضوع في مراته وبرضه ماتت في ساعتها. وبعد ما خلص كل حاجة خرج على الصالة وقطع شرايين ايده ورجله علشان يموت هو كمان، وكل المشكلات تخلص من وجهة نظر. اخو زوجة المهندس شريف اتصل الصبح على تليفون اخته لكنها مردتش عليه، ورجع اتصل على تليفون الاولاد وبرضه مردوش، وبعدها اتصل على تليفون المهندس شريف وتفاجئ ان هو كمان مردش، ولانه عارف ان المهندس شريف بيمر بازمة نفسية صعبة فقرر انه يروح لهم على البيت بسرعة، وخبط كتير على الباب لكن محدش فتح، وهو كان متأكد انهم موجودين جوه البيت لانه هو طالع شاف عربياتهم مركونة تحت، فطلب من البواب انه يطلع معاه ويكسروا الباب. واول ما دخل لقى المهندس شريف واقع على الارض وايده ورجله كلها دم، وبعدها بيبص في الاوض اكتشف ان كل العيلة مقتولة، لكنه لقى المهندس شريف لسه عايش فكلم الاسعاف بسرعة علشان ينقلوه على المستشفى، واتصل برجال الامن علشان ييجوا على البيت بسرعة يشوفوا اللي حصل. والامن لما وصل اكتشف وجود البلطة على الارض في الصالة في نفس المكان اللي كان المهندس شريف قاعد فيه، فتوقع رجال الامن ان اللي عمل كده في كل العيلة هو المهندس شريف. وبعد 4 ايام بدأ المهندس شريف يستعيد صحته من تاني، واول ما فاق طلب من رجال الامن انهم يعدموه، وكان ندمان جدا وزعلان جدا انه لسه عايش، واعترف لهم بكل حاجة حصلت. ولما رجال الامن طلبوا منه يعيد تمثيل الجريمة تاني هو رفض بشدة، وكان واضح عليه جدا التأثر والضغط النفسي اللي كان فيه. والغريب ان كل معارف المهندس شريف وعيلته وكل معارف زوجته وعيلتها كانوا متعاطفين جدا مع المهندس شريف، لانهم كانوا عارفين انه شخص محترم ومحبوب جدا وكان مرتبط وبيحب عيلته جدا، ومستحيل انه يعمل حاجة زي كده الا اذا كان تحت ضغط نفسي كبير جدا او حاجة حصلت وهو خارج عن ارادته. والاول مرة في التاريخ الاعلام والرأي العام يتعاطف مع المهندس شريف جدا، لانك مجرد ما تشوفه او تسمعه مستحيل تتخيل انه يعمل كده، لدرجة ان عيلة زوجته كانت بتزوره في السجن باستمرار وكانت بتحضر معاه كل المحاكمات وبتدعمه ووقفة في صفه، وكانوا متأكدين ان في شيء مش طبيعي خلى المهندس شريف يتصرف كده، وكان كل مطلب المهندس شريف في المحكمة انه يتم تنفيذ فيه حكم الاعدام، وكان رافض اي تعاطف يحصل معاه، لدرجة ان فريق المحامين والدفاع عن المهندس شريف قالوا للقاضي ان المهندس شريف بيمر بحالة صحية مش طبيعية، وانه ارتكب الجريمة دي وهو مش في كامل قواه العقلية. فالمهندس شريف قاطع فريق الدفاع واتكلم مع القاضي واكد له انه كان في كامل قواه العقلية وانه مش قادر يستوعب اللي عمله، لكنه بيطلب منه ان يحكم عليه بالاعدام، وهو رافض تماما انه يكمل حياته وهو عارف انه عمل كده في ولاده ومراته. وبعد الجلسة التانية لمحاكمة المهندس شريف وكل وسائل الاعلام كانت حاضرة، اتحكم على المهندس شريف بالاعدام، وده كان اسعد خبر للمهندس شريف حافظ. لكن بعد 7 ايام بالظبط في السجن اكتشفوا ان المهندس شريف توفى نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب، وتحقق للمهندس شريف اللي كان نفسه فيه. المهندس شريف حافظ واحد من اغرب القضايا اللي ممكن تسمع عنها، واحد قتل عيلته وكل الناس متعاطفة معاه، وهو اللي رافض التعاطف ده او حتى يسامح نفسه. سلام عليكم.